أفاد تقرير صحفي أسباني برقم قميص النجم الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الجديد ريال مدريد. وأعلن ريال مدريد رسميا اليوم الاثنين تعاقده مع مبابي لمدة 5 سنوات مقبلة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة موندو دوبيرتيفو الأسبانية، فإن مبابي سيحصل على إرث مواطنه كريم بنزيما وسيرتدي القميص رقم 9 مع ريال مدريد. وأضافت أن هذا الرقم ظل شاغرا طوال الموسم الماضي بعدما رحل بنزيما صوب اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيحصل على مكافأة توقيع قدرها 100 مليون يورو سيتم تقسيمها على المواسم الخمسة. يذكر أن مبابي لعب في صفوف باريس سان جيرمان منذ عام 2017 وحتى نهاية الموسم الحالي، محققا العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، كما بات الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.